قضيت ليلي في غياهيب غدراي، وحيد كني في قفار خلايا، أفكر بدنياي بقبال وقفاي، أقلب أحوال كبار بلايا، وأرسي أفكاري على شط مرفاي، واختار من بحره وخلي تلايا، إلى طرحت شراع فكري بل وماي، شوارد اهجتني بدون الوصايا. تبدأ بواعثها تسلسل من أقصاي، وتجول جولاتنا الجردة السبايا، وعقب التزاحم في ضميري وبحماي، أصيغها صيغة درر بالحلايا. أقيس أنا الأهداف لا صرت رماي، وأعرف أنا المبدأ مع من تهايا، وقول الشعر ما هو بهمي وسلواي، وبعض السباي باقي لها بقايا. أقارن الماضي مع الحاضر براي، وأشوف أنا الفارق ببعض الخفايا، وأحاول أسدد وأقارب بالإغضاي، وأقبل صغير العذر لأكبر قضايا، وأطرح تساؤل دردشة جلسة الشاي، اشحد حساد غضاب طنايا. فراسة المؤمن تثبت لي خطاي، والشكر هو لك يا مجلي عنايا، أعرف منه كل محل طرياي تنقض عليه جروح حقد سطايا، واشكر عظيم صد كيد التعداي، اللي كفى عبده صفعهم خزايا، كم من بعيد قلت ليته من ادناي، لا شفت من بالطيب سوى سوايا، وكل ولو هو قال من طيب مجناي، لا جا محك تبين كل الخبايا، القول قول اللي معه علم ودراي، ما هو حديث مروجين الدعايا، وما كل شي يجي على الكيف ورضاي، وان قام الصالح رفيع المزايا، والذل ما طول عمر والفنا جاي، ومن لا كسب حمد فلا له سجايا، ومن عاش قال الناس بتشيل بلواي، ما يحسب إلا من ضعاف الولايا، وما يلكدر لا تقول بيبل الأضماي، اشرب من الصافي وجم الركايا، واعرف ترى الأجواد في عد وحصاي، قلت عسلا ذال صرف المنايا، الأجواد تسعى للمكارم تعناي، في سوقها تختار جزل الشرايا، والأجواد طريهم كما صافي غذاي، ولنذال ودك تحترق كالنفايا، ومشكي طريق فيه شوك وتحداي، ولشكي غرام بمرهفات الثنايا، إلا زمان صار للصدق نساي، وبسلوب غير الصدق تمشي الحكاية، ويالله بمانك وانته الستر وغطاي، وانت الذي تشفي الجروح الدمايا، بس ما أكل عظمى أكرر من جاي، يا عالم بحوال كل البرايا، أطلبك أنا تقواك دايم هي رداي، ولوذ بك عن جارفات الهوايا، انت الذي عالم بسري وشكواي، وعن طاعتك ما لي دروب ونحايا، رفعت لك يمناي مع رفع يسراي، يلي حجيجك ينحرون الضحايا، طاها عن أهل الشرك له صرت نجاي، وشفيت من فالغار سد الحيايا، يا موعد بالعفو لجاك خطاي، يوم الحشر خلقك حفاة عرايا، أستر في ليلي وحيدا بمركاي، أسبحك وارجل عفو عن خطايا، في عبادتك ألقى مقري ومنهاي، لولا من العذال إهي انطوايا، والفضل له ربي على مر دنياي، عن كل زيغات جعل لي حجايا، وحتى جمال الغيد لو كان مشهاي، أصد لا شهدت حلو الصبايا، لو هو عرض لي فاتن غاية مناي، ودلا يشاغبني بجر العبايا، أروح عن دربه وهداي ودواي، وارجيك يا ربي بجزل العطايا، يهيم قلبي كنه ما يسمع عنداي، وتزيد دقاتها بعوج الحنايا، ولا يطمئن إلا لذكرك هو هداي، ولا وقف يدعيك هذا رجايا.
نشأة طال عمرك في قلعة الوكرة، أول من ولدت في الدوحة ثم قلعة الوكرة طال عمرك، اللي أنشأها الشيخ عبد الرحمن بن جاسم في عام 1317. في هالفترة في الستينات هي تقريبا إلى 66 67، وفي قلعة لوكير كذلك، يعني يمكن دخولي للمدرسة أعتقد أنه في عام 68 في مدرسة لوكير اللي كان مديرها الشيخ إبراهيم الضعيان رحمه الله، ومعه عدة مدرسين الصراحة، وشخص محترم جدا ومعلم شريعة، وأصله طال عمرك من نجد أعتقد. الأصدقاء دائما من محيطين الأقارب، أصدقاء الطفولة سواء عيال إخواني أو غيره، هذا هو أكثر شيء. لا شك أن طفولتي ليست بالمرحة كثير، يعني خاصة يعني معا فيها أسفار وسفر إلى لبنان وسفر إلى بعض الدول للاصطياف أحيانا وكذا، إلا أنها يعني بفقدان الوالد مبكر والوالدين بالذات يعني مبكر. الصراحة انتقلت عقبها في الثانوية العام الإعدادية في مدرسة عمر بن عبد العزيز في الوكرة، ثم الثانوية العامة في مدرسة أحمد بن حنبل. طبعا بعد ما انهيت الثانوية العامة درست في جامعة الإسكندرية حقوق وخلصت الدراسة. احنا بالنسبة لنشأتي في لوكير مع الوالد إلين صار عمري يمكن 12 سنة، توفي الوالد عام 73، وأذكر الوالد في السنة الأخيرة ذكر جيد يعني، وعشت الفترة هذه يعني واعيها جدا. طبعا هي عبارة بين لوكير وبين نزول البر في الزور أو في السعودية، أو طال عمرك بين الاستراحات اللي عند الوالد في المعيذر، منطقة المعيذر، أو التصيف في لبنان أوقات الصيف أحيانا. وهذه هي الفترة، فترة جمع شعر الوالد هي بعد وفاة الوالد تقريبا. من ضمن الأشياء اللي شدتني أيضا لجمع قصائد الوالد أن فيه قصيدة للوالد نشرت ونسبت لشخص غير الوالد وهي قصيدة للوالد، فهذا أيضا من المشجعات. الناس اللي تسألني كثير عن قصائد الوالد، كثير في ناس سواء من جماعتنا ومن أهل قطار ومن أيضا من أبناء البادية كذلك، حماسي لما شفت النبواني رحمهم الله اهتموا في إعطائي القصائد، وذا لا بد أني أطبعه بسرعة ويشوفونه ويأنسون فيه ويقرون ويتذكرون حقبة من الزمن عاشوها مع بعض. جف النوم عيني لا ولا عاد زارها، لذي ذا الكرى تبعده عني أفكارها، تصاحبني الذكرى بتذكار حيها، أوقف على أطلال زاد اندثارها، وأمشي بها مشي الشحيح المضيع، له خاتم بين الرسوم وأثارها، ذا قول قبلي في الشعر كان صوره أبو الطيب اللي قال أعظم أشعارها، لح الله شوف للرسوم القدايم إلى شفتها نفسي تزايد مرارها، تحرك لي الذكرى من الشعر ساكن تعاود علي السهر دون اعتذارها، وانا في هزيع الليل سامر مع القلم بنات الشعر جاها حضور افتكارها، إلى من بغيت أسبح غبيب من الشعر فلا كادني موج ومهالك أبحارها، أدخل بها وانقى على كيف رغبتي وشرع بهيرات ولقط محارها، وانا أقول للسائل إذا كان يجهلك انشد وانا بعطيك صافي أخبارها، إذا كنت تبغي في التواريخ تطلع مواثيقها معنى ومعنى قرارها، فأبو فهد لا من حضر ساحة الوغى بالله يحقق في الحروب انتصارها، بناها بعدل وحلم والسيف حدها وبالكرم ينعتها غريب استجارها، على الدين له منهج وهذه سجيته
لها الراية البيضاء ترز انتشارها. هذا وصانا على المجد والعلا، وعادت لسود تصون بالعز دارها. تسلسلوا عقبها عياله هل الثنا، خيالة العليا إلى حما نهارها. أهل المروة هم هل الدين والوفا، وفي الجود لا عدة وتوفي أشبارها. قالها ابن عثيمين يوم رثابها، جاسم عسى الجنة يشاهد خضارها. وفيكم لنا ما زال منه بقية، شجاعا على العدوان سل من الجارها. عده باسمه قال يا خير من جرت بها الجرد في يوم الوغى يا ذعارها. ويا ناشد في الشيء رده الأصله، مثل ما السفينة تنعرف من أوشارها. تشوف في الوكرة ولو كير رسمنا، قصورا تبين شامخات نسوارها. هذا وفي صنع السنافي شهودنا، مراكيض قحصن من أصايل أمهارها. وانشد فليحة عن الرضة وهجنا، هذه مدالجها وهذا مغارها. ما كنها في يوم تسعد بونسها، وغنى بها القمري وغرد هزارها. فلا قول إلا به شواهد الفعلة، ولا يحمد إلا طيب من أذكارها. الشعر بدأ بداية مبكرة جدا، يعني أعتقد أن عمري ما يزيد عن 14 سنة، وبدأ بتلقائي وبمحض الصدفة بالاهتمام بشعر الوالد، والاهتمام بشعر الوالد وجمع قصائد الوالد. لكني في عام 1976 كنت في الصيف مع الأخ محمد بن سعود رحمه الله في زيارة إلى الأمير محمد بن أحمد السديري رحمه الله. وكان مجلس الأمير محمد يعج بالأدباء والشعراء، فجلسنا ودائما النقاش في هذا المجال الصراحة. فالأمير محمد قال أن ديوان الشيخ جاسم محمد قريته، يسأل عن المطبوعات القطرية، ثم قال أن أنا قريت من فترة طويلة ديوان الشيخ جاسم بن محمد، وذكر بعض الملاحظات. طبعا الأخ محمد جاوبه بأن هذه الملاحظات أكثرها من الطباعة وأخطاء مطبعية. أنا حاولت أني يعني صار عندي نوع من الحماس، لكن الأخ محمد يعرف أني أنا أهتم في الشعر. فسألني الأمير تحفظ شيء من قصيدة، وعدت عليه قصيدة كاملة اللي هي أرى البارحة من عقب ما هجعت الملا، وغفى الجفن مني بالمنام وذال. عديتها عليه وأعجب فيها الأمير، وتغير الحديث والأسئلة معي. وقلت له طال عمرك أيضا في ديوان الشيخ جاسم محمد فيه قصيدة للوالد جاسم، فيه يعني توارد خواطر بينك وبينه في الشطر الأول، وهو أرى الدار بعد الضاعنين خراب وحظت عليها الحادثات نياب، يقول الوالد جاسم. وكذلك الأمير يقول أرى الدار بعد الضاعنين خراب. المهم أن الأمير رحمه الله أرسل طلب من أحد أنه يحضر له مؤلف خاص له، اللي هو كتاب أبطال من الصحراء. وصراحة الحادثة هذه ما بغيت أذكرها لولا أن الأمير يعني كتب لي الإهداء ووقع لي عليه ووضع التاريخ. لكن أنا بدايتي عموماً في الشعر كانت بداية جداً حذرة، يعني إذا قلت القصيدة أو عديتها على أحد ما أحاول أذكر أن هذه القصيدة لي، أحاول أستمع لرأي الآخرين دون أن أذكر أن القصيدة لي عشان لا أحد يجاملني فيها ولا. وكذلك قصائد الوالد لها دور، أني قصائد الوالد الاهتمام بها وجودها شوارد كثيرة عند الناس، يعني تجد عندي 70 بيت من 70 قصيدة مثلا، وأجد لها شوارد عند الآخرين، إلى أن توصلت عند الأخوان جزاهم الله خير والله يطول عمارهم، وكذلك أبواني رحمهم الله الشيخ محمد والشيخ خالد والشيخ مبارك والشيخ حسن والشيخ غانم رحمهم الله جميع.
في أوراقهم الخاصة بعض أشعار للوالد، مثل ما عندهم بعض الرسائل وبعض الأشياء الخاصة بهم. وجدت القصائد اللي أنا أفتش عليها، وجدت جزء منها كبير مكتوب، وفي قصائد ظلت طبعا عبارة عن قصائد محفوظة، وفي هناك قصائد أيضا تتشابه قصائد لأبوي مع بعض الشعراء. طبعا بالنسبة لدواوين الشعر، طلعت أول ديوان تقريبا في عام 92، وهو اسمه همس المشاعر. طبعا يحتوي على مجموعة من القصائد، وقصائد متنوعة فيها أغلبها غزل وقصائد أخرى في الحكمة. خدت فترة الصراحة، وطلعت بعدها يمكن بعشر سنوات أو أكثر، والله شوي ما أدري بالضبط، ديوان ابن ثاني، وفيه طبعا عدة قصائد. طبعا بالنسبة للقصائد المطولة، هي مثل ما تقول مثل الملاحم، أو هدفها جعل منها طويلة. قصيدة واحدة كانت تأثر الصراحة بمنظر محمد الدرة في فترة الانتفاضة وفترة الأحداث الإسرائيلية، فهذه الصراحة يعني كان موضوعها استوجب أن يكون فيها شيء من الأبيات، أنها تكون أبياتها طويلة. طبعا في قصيدة ثانية تقريبا اسمها، أعتقد في الديوان الأول اسمها التميمية، وفيها ما أدري والله يمكن بعد في قصيدة أخرى. إنما بالنسبة للحكمة، إحنا يعني في قصيدة أيضا في الحكمة طويلة، اللي هي تقريبا سهرت الليالي والزمان عناه كثيرا عسى ربي يكف بلاه. ولا كل من رام الزعامة تميز، البعض لو قايد قليل احلاه، ولا كل من له رأي ينصح برايه، بتعرف في لحن الكلام الغاه، البعض ودهلك ضلالا وضيعه، تحذر من اللي داه وسط رداه، هذا زمان فيه للغدر منهج، وترى كل حساده عليك وشاه، ولا كل من صلى مع الناس عابد، وكم من بدينه خادع بدنياه، ولو يمكرون الله عالم بمكرهم، والوقت حوباته لهن شباه، كم من مثال صار في سالف مضى، وحذرة من المظلوم سهم دعاه، الله حق كم توعد هالطغى هلاك سلطان ومال وجاه، فلا يعتبر إلا هل العقل والفهم، واللي تخبط في الفلس مجناه، يلي تعيش خذ العبر من زمانك، انظر إلى التاريخ ثم اقراه، إياك لا تأخذك عزه على الإثم، وإياك من زود الثقة ملهاه، ومن لا كتم قيضه إلى جات معضله، بيكثر من الغلطات في ممشاه، ومن لا كسب حلم وعلم ونخوة في بحبوحة العليا فلس يمناه، ذا بيت بالفصحى قريته وشاقني، وكتبت مثله مقتدي فحواه، ومن رام يرقى له محال هلاكه، طرد السراب اللي يزيد ظماه، الهزل ما ينطح جبال شوامخ إلا فيه من به صليب قناه، ومن لا حفظ مثل الرجاجيل مجده، ولا يمينه تصفق بيسراه، مثل النساء تبكي على غالي غدا طوتها الليالي والزمان طواه، يا من جعل ضرغام للصيد دربه، تصيد له الضرغام ثم كلاه، تحزم بسوى الظن عن ساير الملاح، إلا رفيق تبخصه بقصاه، ومن كان يبغى الفهم والنور والذكاء يخلي المعاصي خشية لله، ومن يبتغي هيبة وعز مع الغنى افعليه تقوى الله يشد عراه، ترى الله يأبى أن يذله لدينه وعطاه محد قادر يحصاه. طبعا الساحة الآن ما شاء الله الفرص لها كثيرة ومتاحة، وشيء جيد، ولو هذه موجودة في الماضي لخدمت شعراء ما شاء الله كانوا عمالقة. بالنسبة لوسائل الإعلام اللي هي
هي الآن موجودة. طبعا هي أخدمة الشعر خدمة كبيرة، ولكن أحيانا أنا ودي أن عنصر النقد يكون فيها قوي، لا يكون أي إنسان يعني في زمن الماضي. أنا أعتقد أن الإنسان المجالس مدارس، وأن الإنسان إذا وجد النقد يتعلم مرة ومرتين أكثر ويكرر سواء القصيدة أو تصحيحها أو غيره. ما تجد بعض الآن بعض الشعراء يبدأ بداية ما شاء الله كبيرة من الإعلام وهالة كبيرة تعمل له، وقد يكون يعني قصائد أو اختفائها بسرعة. لكن هناك أيضا في الساحة ناس الصراحة شعراء معروفين وبدايتهم بداية قوية ويستحقون أي شيء انعمل لهم سواء من تقديم أو غيره. لا شك أن الوسائل هذه اللي الآن موجودة طبعا وجدت بعامل التقدم وما شاء الله، وهي خدمة الشعر 100%. أنا من هواياتي الصراحة وأنا صغير كانت جمع الصور القديمة عن قطر بالذات، كذلك أيضا اقتناء الكتب، أمهات الكتب العربية في عدة مجالات بالذات في الأدب طبعا وفي التاريخ. أيضا من هواياتي وأنا في طالب في الثانوية أنا كنت أحفظ أبيات كثيرة في الشعر العربي، وكنت أدخل مع بعض الطلاب وبعض المدرسين في مطرحات شعرية. طبعا في فترة من الفترات أحب الرياضة بمجملها يعني، وبالذات الخيل، ركوب الخيل ثم تربية الخيل. موجودة عندنا خيل الصراحة، والآن طبعا أكثر من يهتم فيها الأولاد. يا الله يا المطلوب يا حامي البيت يا سامع الدعوة حري الإجابة، يا عالم سري وله كم ناديت، أرجيه رجولي شكا من صوابه، إنه عدل المايلة محي الميت، قناعتي في طاعته والرجابة، إلى ذكرتك لو بضيق استسريت، يلي تعرف أسرار حالي وما به، يا خالقي شكواي أنا يمك بديت، لو صك غيره باب مفتوح بابه، كم غاية صديت عنها وأخفيت، مظهر لها رغبة وأي جذابة، بعض الخطا منه إذا شفت أنا غضيت، أكوده يصلح بلي أطلابه، راح العمر وأنا إلى قمت رديت، أدقق النظرة بعقل لبابه، أفكار يلي من كثرها استلجيت، حاولت أركدها ولبغي نشابه، وأنا على بعض الصبر وله مليت، ولا ردني منها سيوف الحرابة، يا كود أفضل للفراق استحبيت، قبال البغيض قبال كنها السبابة، وأعز نفسي كل ما قبلت وقفيت، عن لا تجي درب وراه المعابة، كابرت همي لو عظم عنه صديت، إذا سجدت تنساه محسب حسابه، طفل رماني الوقت فرقة وتشتيت، وجمعني يلي كل حي لجابه، منها حياة كنها بكف عفريت، شي نعرف وشي ما يندرابه، عشنا بجو كنها أحداث تكريت، في المعمعة شبه العجاج وضبابه، أبوي وأبواني لهم كم تطريت، لجيت لي رسم يزيد الصبابة، من عقبهم يا ما على الذكر والنيت، الله يا ربع معاهم مهابة، وين الطرب شوف له العام فزيت، أصد لا شفته ويفتن شبابه.